خوتي السلام عليكم، كما العادة راكم عارفين، معكم خوكم عزيز بوزي. سمعوا ولاد الجريمة، بنات الجريمة، اللي ما مابونيش الخويا تابونا بلا ما تنساو تغيميسا تغمسو غمسو غمسو كومنتير الزوين ولا القبيح، حنا ما عندناش مشكل باش تجي معاها. تلقوا راسكم للفراجة، خوكم بوزي ها هو جا. بعد قبل ما نبداو القويصة ديالنا، ديما كنقولها لكم، اللي مريض دعيو معاه الله يجعل ربي يشافيه، واللي في الحبس دعيو معاه الله يجعل ربي تسرحه ويفاجي عليه في هاد العواشر ان شاء الله باذن الله. خوتي انا عندكم واحد القصة، قصة فريدة من نوعها. هاد القصة كانت انا اللي صوبت هاد القصة هادي، قصة ديال اللي كتبغي طبق شي رجولة مع شي اشخاص قبل السجن، كيفاش غدير لها وكيفاش غتحللها وكيفاش غتوصلها وانت خارج في السيفيل هما في الحبس. كان واحد ثلاثة ديال الاشخاص، جوج الخوت صحابي مع خوتي، وواحد كان بحال خاي صاحبي الله يرحمه ويوسع عليه. ديما كنقول لكم اذكروا امواتكم بالخير، ديما دعيو بالرحمة والمغفرة، تبارك الله عمرها سلعة ودير ضرية باش تاكل معاها الطعام. هادشي كنقول لكم قديم منين كان بوركايز فيه شوية ديال بدا كيتزمت، بدا كيتزمت، كان مازال ديك الساعة عين قادوس، كان مازال عندنا عين قادوس، مازال دخل خرج. أنا ديك الساعة راني قطعت من الحبس. واحد النهار قعد دري من الحومة ديالي، جبت ويلي فين، قال لي أخي بوزي تهضر مع من، قال لي مع فلان وفلان. أها فين أخوتي بخير لاباس أنا كدا مزيان، الله يسترك الله يخليك، المهم الله يسترك اخويا، الله يجعل ربي يفاجئك. علاش هما خوتي عزاز عليا، عزاز عليا، خاص غني عزاز عليا، كبرنا كاملين شاركين الطعام، راه بنادم راه اللي كتكون كابر نتا وياه من الصغر راه كيكون اكثر من خوك، حيت خوك كتلاقى معاه غير في الدار، ماشي المهم هما كتبقى معاه في الزنقافة هادي الروينة، وكنا كن ما عليناش، يا ربي خير لاباس، لا كنتعاود دابا، البوزي قال لي شوف الحشيش راه مزموط ما كاينش هنايا والنيدرو، وقلت له دابا تما ما عندناش كي غندير، حيت كانوا داروا الشبكه من الفوق، سي انا بغيت له واحد بنادم تعذب الزليلي، قلت له واحد بنادم الحشيش ما توصلوش حيت داير الشبكه من الفوق، حيت كانوا داروا الشباكي في الكور. قلت له اه توصلك اخاي فلان، قال لي كي غادير لها، قلت له كاين شي واحد غيطلع للمحكمه، انا باغي يهودو على المحكمة، حيت عادي ماشي بحال دابا التلفازة كتبقي غير في التلفازة، دابا راه مكيهبطوش بلا من المحكمة غير في التلفازة، تهضر مع الرئيس في التلفازة، كيسولك كيجاوبك كتجاوبو، المحامي ديالك واقف في المحكمة بحال راه حداك، نقصو ديك لعبة العذاب عاد يجي موراك في السطافير كيهبطوك يوليو يطلعوك تبقى بجوج تبقى لا كيفريو معاك. قال لي كاين اخاي عزيز زهر عاقل، انايا زهر عاقل بالحد بالحد، حيت كانو التيليفونات شحال هادي بوركايز بخير. قلتلو الصخرة فينا هي، قالي راه عند فلان، عند واحد فلان. قلتلو اه علاش لا، قلتلو جاتك اخاي، قالي كدير لا، قلتلو ماشي صوم. قلتلو شوف انسان ملي غيعود، قالي اشكون واشكون، قلتلو ملي غيعود للمحكمة، انا مكنعرفوش، ملي غيعود للمحكمة انت سمعتيني غتقول له اللقب، هاد باغي عيط لي بالسمية ديال الوالدة وأمي الغالية كدا غنفهم القلب، ما عليه قول لي صافي صافي. قلت له مشيت شديت 100 غرام سكون حبسي وتعرف كي دير توصل الصخرة، راه مغامرة ديال الكلاب خصك تكون حباس. علاش؟ حيت أنا كنحسو ضاربين الحبس وكابين في الحبس، شتي راه ملي كتوصل شي صخرة شي واحد في الحبس وتتعامل معاه كدير بيه بحال الماء القليل، كتزيد تعزاز حيت بلا مطرق عليه والحشيش ما كايناش مزموطه فهمتي، وتوصلها له انت كي غدير لها، ما غتدخل عندو الزياره ما غتلوح حالو الكور ما والو، ما فكر با وخطط شي شحال هادي. كنقول لكم نسى كنت ساليت من الحبس،
Алинаш. Шттэс сахара. Шттэс ашрин масуд нэбрэм. Шттэс мяз грамм ташиш. Энд бол инсан. За, тисан бол дрири кордони. Кордони. Чит ландок занд атсан балад жилд. Стрелад жилд ади. Чит ландок лаб. Хацава ка яфа сава дар бил хабс кордони. Тла тсаво мин хад лайбади. المن والمن والمن وعرفت صرعهم شفتي كيفاش حيت هما قلت سال هذيك الفريده طعت ماما بلا لا طعت بحال هكا لويت عليها ميكا مزيان قلت لوي عاد لويت السكوتش بيض لويت لويت المهم بلا لا طعت جاو مقاده اللعبه با طعت صولو نبرا عاوتاني كيما العاده حيدت له داك الحمر ديالو كطويه كيولي قدا هكا فهمتي وي باش ترا ويتوف ميا كحرقت اللعيبات بالسكوت نعم قلت له غتصاوب لي هادو اخاي وجي عندي للحومه وبينت له قلت له باش غنهاشني واشني واشني وانا جايك اشني ما ورقت له قال لي صافي غير هات تصوم العشيه مشيت شنو درت باش نوصل الصخره هاد المغامره ديال الرجوله ديال بنادم الا بغيتي تشوف على عمليه كي دايره بحالي غتخطط تمشي تسرق شي باكا ولا دير شي كارثة اللي هي عظمى ولكن في نفس الوقت مغامر نقدر إلا عرفت تمشي للحبس هانية وخا تمشي للحبس عادية ما عرفتيش المهم راك وصلتي الصخرة خصني إلا نرجع رواو معايا طلعت الصخرة وجيت جيت شريت قرعة ديال صدام البرج شريت صدام عوات بقيت كندندن بيه شي كنقول لكم شحال هادي عندي عندك عندي عندك عندي عندك طرا 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 جا واحد جوج دريوري فين اخاي عازل قال لي حاط مزال لي غير شويه عندهم تسقم واحد جوج قرعات انا الدراري ما قلت لهمش انا لا عند كذا لا عند كذا لا بلقت درت شي تسعة ونص الليل طلعت لدارنا لبست السروال كان واحد السروال ديال القند اللي ساعات حراميات خصك باش تمخزن ما يعيركش ني لابس حباس حيت داك الشيء كيبغي تمصمير وكيبغي تريكي وكيبغي تحباس باش غتوصل واحد الصخره اللي هي ما تورقش حيت كيعرفوك مخرويتك وانت كدير قد كدا كدا يقلبوك تقلب لهنا ولكن انا ما يقلبونيش تقلب لهنا باش باللبسه شنو هي شنو يلبس لبست سريوال قندريسه بحال اللي كيلبسوا الناس اللي كتسحب اللحيه وكذا لبستو لبست سويميجا كنهضر معاكم سويميجا عشان زاني كويسكات نعمل لي بالكويسكات وكاع لي كويسكات ورد ديك السنيده مشات الكوردوني شديت السنيديله بالتصاج الرمله خويت مويه غيست ديك الصنداله طليت طليت السروال طليت كدا باش راك ما عارف انت تخمن من غير دير فيك هكا المهم وسخت السنيديله كدا تجد وسخت حولي جهتي من التحت رجلي باش ما يضرب عليك غيقول هذا راه مبلك كاف واحد دري متر وصلني اخاي قال لي فيك وصلني 12 اشوف لهذا غادي تقدم راسك وغادي مسبلها باش توصل واحد الصخره علاش ديك الناس في الحبس في الحبس ملي كتوصل لهم شي حاجه تجي قداش وزايدو خوتي وصحابي وكابرين كاملين في حومه وحده وعندي عزاز توصلني باب 12 حطني تمي الداخل كاملين مال كابوس حناش كيعرف مال كابوزي قلت لهم قالوا لي ما قلت لهم جايين ديكلاري براسي قال لي كيفاه قلت له جاي قدم راسي قبل ما نمشي ندير شي كارثه هذيك الساعه كنت خيوص بلاتي قبل ما نمشي ندير شي كارثه نحارب الاخرين الدار كذا هادي هادي المهم بقيت كن مع مبوك زيد ابوزي دخل دخلت ما عمري نط مع والو ما غير قالب باش تبات قلت كذا انا جايكم كيديوني طلعوني بوحدي طلعوني للبطحة ها انا عاوتاني عاد دخلت للبطحة داخل كنخطب كنخطب وكنسب والله ما كدا والله ما نتفاد مو بنادم الله يعطينا لك هو داك الشيء كله صنعوا غير فيلم باش شفت الدخلة وداخل يقلب داك البوليس ما كيعرفو مخرويض وكيعرفك مريقل فتح دقة وفتح طرا فتح مالك ولا هوات ولا عادة والله يعطينا سكت لحداك الصندالة فردة فوق قلت لها بصافي بوزي ما يعطينا مع امو قلت له والله ما عملت فاك والله حرق لهم الدار المهم راه غير قالب غير باش خصك تقلب
لا قال لي شو حالتك كي دايره؟ قلت لها دخلت خسرت رجلي، قالت لي الله يعطينا صافي. دخلوني عند الدري ما قلبوا لي مزيان، ما وريت اللعبه ديال الدنيا عندك كما عندي حتى حاجه واحد. قال لي غير يدخل زكوي الشاس كدا بونجا. دخلت الدري وليين كان لقى واحد جوج دراري ولاد حومتنا، جوج دراري ولاد حومتنا، واحد فيهم سكران خرجوا من الحبس بست سنين، واحد دابا راه عامين كان بطال حتى هو مسكين تما علاش قابلينه مع الشراب. نهار ويرك مع عارف كي بدونا مع الشراب ديوي انا سمع. دخلت ساعه دخلت بقيت كنخطب وهادي وليت ديك الصنداله الجل تاع درت من تحت تحت الوساد تحت راسي بونجا درت من تحت ما درت واحد الكويش حتى خد بحال الوساد خديا وتبنى مع الصنداله ديالك اخي على الصنداله ديالها. خرجت غسلت رجلاتي وغسلت وجهي زعما بحال غنتواقد وبقيت كنخطب وكندب الماخر باش ما يفهمش بنان كيسول من الدراري هاكا بوزي قلت لهم هاشني واشني ما كنورك لهمش راه عندي اللعبه مسمار غتقول لبنادم هادي عندك الحشيش هنا ولادي وتورق لهم يخرج يصور لك معاهم تدخل عليك لافا يقلبوا الصنيط هنا من هاد البوزي راه كتف 200 قلب لما راه توصل هادي كيفاش صدق لا فيفا هي ما ناولوها خصك تكون طرش وعور وزيزون ما كتشوف ما كتسمع ما كتهضر اذا راك مريسكي بالحبس مريسكي بعام ولا عام ونص الحبس فيها 100 غرام الحشيش فيها 20 كساب النيبرو فيها لما غتوصلها ما عندك من جبتيها شكون عطاها لك غنوليو فيلم هندي عام ثاني واش رويت لا صمت وخايز كاس كتر مع الدري وليين وعي غاضب نوض تاكل ابوزيت ما فيا ما هي كزك الساعه كانت الماكله كتدخل من السيفي تدخل تجعد البصاره اللحم اللي حسابو لك صحابك الكفته اللي جابو لك يدخلوا جا الدري وليين هادي هذاك اللي عطاني الصخره طلع لي مسكين الماكله انا الماكله جاك عيطها فلان هاك راه صيفط لك ما خصني لا ماكله لا والو شنو عيط سبعني خصك دير القلم باش ما كيتبقاش عليك العايل ولا هادي كيفاش هذا جاي مقدم راسو بلا مضى بلا حتى حاجه علاش على السكران على كذا وانا عطاني الحياه علاش راني هاز معايا الصخرة وغادي وموصلها وندك كلشي ندك البريكا ندك غندك كتر الموظفة اللي في الحبس تما غيدككو خصكو داكشي كلو منين تعلمناه وسط المؤسسة تعلمناه وسط الحبس حيت العباس القدامي كلهم كانوا كيديروا هكا ومريكلين براسي كنت كنت جايكم براسي كيتلاقي لي من المحكمة في الحبس كيعطيني صندالة هالا هذيك فيها الحشيش فيها كذا ما كنتش كنستغرق كيعطيها لي كنزت كنلبسها ونجي ونخلص كنطلع مداولات ولبسها وعادي هو كيبات على الشراب بنادم شو على قالب كي كان الحشيش عاوتاني كيدخل ملي تزيرت اي حاجة ديال التخرويط راه عندها الطريقة ديالها باش كتوصل حيت كي غندير حنا نوصلو لهاد الناس الحشيش الشبكة في الكور ما عندكش كدير تلوح ما غتوصلش كدا والديهم ما كيدخلوش داك الشيء ما كيدخلوش داك الشيء حيت والديهم ما غيدخلوا الحشيش ما والو لا كيطلعوا كيجيبوا غير وليداتهم ما غيغامروش بوالديهم صاحبك ما كيدخلش يعني ما كانش كنيه بحال الكنيه عمود عمك ولا اخوك ما غيغامرش مع ديك المغامرات شكون اللي غيغامر معاك صاحبك اللي كبرتي انت وياه ودرتي انت وياه المشاكل وسرقتي ودابزتي وضربتو كاملين هو اللي غيغامر معاك ويلا كان شي راه ماشي كلشي مهم انا الليله الاولى صحيت انا الدري عاد عندي البوليس بوزيت مسحر راه ما كنت بغيت انا فلان راه ما تفاكش راك عارفين شي كيرجع هنا كنت غير المهم كنت نفس الهضره اللي كنت سكران كتقولها اش ما هي عاوتاني ما تزرابش وما شي ما يتزرابش هما ما يعيقوش انا الهضره ديال الحبات قعدت الليله الثانيه تمايا المهاوده مع الدري وليين كلها ضحك عليها خبوزي منهم مسعلم يا تاهي وديك الدري الدري ولاد حومتي مش غادي يضربي معايا الحبس مقطوعين من الجوانات كيقول لك خصنا غير شي جوان ولقينا شي جوان كدا هادي هادي وانا كنقول مع بالي يا الله وتبكي الدم يا لا قدر انا نمشي للكاراج على الفاني نجبد نسان نفرك انا الصنداله وكدا وهادي ولي كتسم داخل المحكمه عاد كتقلب عاد انا اسم العربيه وانا كبرت غير في الكاراج دوزنا الليله الثانيه صبيح نوض كعرف
سميتك سميت امك سميت غمس خيس كنغمس على الشراب. انا عارف راه صار عندي غير الهروي عندي الشراب حيت ما سارق ما دار ما والو. ساليت من الحبس كنت ديك الساعه يلا ساليت من الحبس طراق تفونا عندي عندك انا واحد الدري ولد حومه بعد الله والمحكمه راه قال لي سميتك عاد سميت امك كدخل لك ابني شال الدري ولينا وياك لاباس اخي بوزي غير الشراب والساعات ولا وما ما جايبين الدراري والزلايلين ها هما جايبين الدراري مزلالي قبا جايبين ديك صاحبنا وانا ما كنعرفوش واش سمعتين انا ما كنعرفوش بحال دابا في قمقوم هو كيعرفني ومهم انا ما كنعرفو. انا قلت له ما كانش حدا بديك السميه ديال ولد فلان راه ما غنعطيهش ما نعطيهش حتى شي واحد ولي خرج معايا معايا دخل الدراري وليا دخل كيتم داخل كيعيط فلان 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 انا فين اخويا بخير لاباس انا كتعيط قال لي فين اخي زي بخير لاباس الله يسرك هاني قال لي ما عرفتينيش قلت له ما عرفتكش اخاي قال لي اجي نقول لك قلت له عند الزناجيات حدا الطوالق قال لي انا مسالك لي فلان وفلان وفلان مور الصخيره مور كذا مور كذا مور كذا ها شحال ها شحال ها شحال عطاني اللعبه كامله با هاني اللعبه كامله جاب لي قال لي الاخر اللي قلت له قال لي حس باش نسخ الهضره نفس الهضره هاني موصل شي طون ديال الحشيش شي شي بلاد كتقول له مثلا كذا وكذا كتعرف راه المود باس راه هو هذا. قلت له جاتك قلت له عمر شي قري هذا الماء ما قري هذا الماء عمرك تدخل للطواليت جبدتها شاف ديك الصندانه حيدت الماء الفراشه بقيت كنعطيها بالبلوطه طراب 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 بقات وحده قلت له خلي هذه نعطيها للدري وليني كبير عاوتاني فرده اخرى حيدت فراشه قلعت ما بقيت كنعطيها مكتوبه النيبرو بقى كيشرب قال لي تزويت قلت له عندي ما ندير لك با تقياهم ولا موت ولا ماشي سوق انا وصلت لك الصخره دبر راسك الخويا دير لي هاد الحومه ولا عاد في الركس طراق 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 قلت له ما كنت بغيت لي حشيشه كنت دار فيا واحد حبات اكثر من 20 عام قال لي بوزي ندكك ندككنا وقلت له مالك واش كتسالها لي قلت له انا درت معاكم غير مزيان قلت له لا عطيتكم هذا الربيع قلب لها بيجي وبقات كميو نتوما وتنشوها والعجاجه وهادي وهادي وصعرت دخلت لها فاي وقلبوا لها واللعبه عندي ولا خرجوا شي جوج بقى لهم الصقل يقولوا معايا بوزي الحشيش ومدككم ها كيفاش هاك صداق خرج بوزي طلع الولايه يعمروا لك على الحشيش من دايها شكون عطاها لك نصبعوا في كارثه شفت تقردين كي داير قال لي باهي انا ترى مسمع كلهم سمارة كضرب المطرقة باش كيدخل في الحيط قلت له راني مريقل وراجل قلت له هادشي قلت له شتي الصخرة هادي قلت له راه غير خسايل الرجال هي خسايل الرجال ما قبض فيها حتى درهم حيت شحال هادي كانوا الدريويين كيصوبوا البلاد من الصنايديلا كيصيفطوه كيشربوه فهمتي دور مع البريقات اللي كيعرفوهم هادي كيصيفطوه لا بيجي كيبات كيتقدم بيومين بحال دابا انا الاربعة غنطلع للمحكمة اللي كيبات يومين كيبات الاثنين باش الثلاث الاربع كيجيبوهم في الصباح حنا من عين قادوس كانوا كيطلعونا حتى ل 11 كتلقى صحاب الشراب مازالي زايد فلان ولا كيكون ضرب معاك الحبس فين فلان كتبقى غير الصنداله عاد تبدلها معاها كتلبسها كدوز عند الرئيس حتى للغرفه كيقول لها عطاك مداوله 15 يوم ولا هذا كتسول كاين صحاب عين قادوس اللي كانوا كيطلعوا من الحبس ما كيتقلبوش بحال البواجده ساعة طلعتي من الحبس إذا راه معرفتش كي غادير كطلع ميلط كتولي تهود الميلط ما عندكش كي غادير تشد الحشيش ولا تشد شي حاجة والماكلة ما كتخرج فهمتو دابا اللعبة كيف تبدل غير في الصندالة مع المسكران كيشوفك حد كتلبسها كيلبس الأخرى الله يعاون كتوليش تهضر معاه كاع تا السلام ما كتركاش معاه كتولي كطلع عند الرئيس تا اللي هو معاك من عين قادوس إلا كان شكا معاك راه كان الشكا من الحبس الا كان الشكا ما غير ديما غيجيو وما غيعطيها لك وداك الصنداله الجلد اللي غنطلع بها انا من الحبس هاك حنا راه نفسها مصوبه وحده اخرى بحالها حيت كضرب عليك الموظف اللي كتكون طالع اللي ضرب عليك شني شني لابس كدا كدا باش عاوتاني في الهبطه كيعرف شني لابس طلعتي بالصنداله ديال الجلد ماشي انت طالع لي بالصنداله ديال ميكا هو اللي بالصنداله الجلد ولا هو صندالات الصبع فيها الدكاكة كلها تقردين المهم ما عليناش انا صاحبنا السخيرات قلت له تخيا ودبر راسك المهم انا العملية ديالي هنا حبست دبر راسك با نعم بقى
سبعة تريورين عندي، عندك طبيعي الحشيش كل شيء كيك ميدا ديك الساعة. بعد سمعت البلاطة الدكة والنيبرة وصل النيبرة كل شيء كبار من التعجازة لك المحكمة، حيت الجوال تدخل إلى سارطة ولا آخر راح تدخل تدخل البوسية عند من الحشيش كدا يبقى يقلب وما يلقى بصراحة في كرشه، بس عارف من يضرب في كرشه. يسأل من يعطي شر داك الشيء أنا بيا حدا الطواري تحشاك شو واحد ما يعطيها لوش ولا يعطي مع البوسية بيكون طالع قول كايز خيس الدريبيني نقول لها ضحك عليها الطويبية كعيطونا بعتوا صحاب الشراب فلان 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 كاخا دزنا عند الواكل حق الحمد لله دزنا عند الواكل سميتك سميت امك سميت باك قال لي ما كنتي مروض الفضيحة وكتغوت وكتسب والساد راك عارف قلت لهم راه قيوس قابل يا سيد وهذه وهذه وشربت بزاف ولعب عليا الشراب قلت والله ما نمشي للكوميسارية ولا نصدق داير شي كارثة نصدق غادي نغرق وهذي ولا ساليت من الحبس وقبح الله والخمر المهم غير كتهند قال لي سني غمست طراح طراح قال لي سير ما وليتي لقيتك هنا الحبس قلت له ما تعاودش تشوفني هنا داك الطراح خلاص بيه حاجة الخاص قال لي قال الدراري واقفين كيتسناوني فعلا غيبوز بخير يا كيوقع لك يا لا أمرا غير ما قيس بالشراب وراك عارف الله حومتنا عاودت للدار كما عارفين الحياة السرية داك داك السروال القندريسة داك السويمي جا فوت عليا مويا البس حويجاتي طراق طراق كان تم غادي عند صاحبنا اللي وصل اللي عطاني الصخرة قال لي عبد الرحمن قلت له راه كل شيء ماضي بقيت في الحومة عطاهم لي وجا عندي واحد الدري اللي كيسد بيه غاتكلم خو فلان يا فيه ياك لابس قال لي ياك تهاو فين اخويا بخير لابس قال لي يخليك امي ما الله يسرك اخي بوزي ما نسالكش هاد الخير قلت له وصلت اللعبة على خير وبخير قال لي اه قلت له راه عطيتو كدا قل واحد قال لي يا اخي بوزي قلت له راه عطيتهم الدريوريين سكيف وفلان 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 وقال لي هاني يا خي بوزي شي لعيبة سيفطا هاك راه ما خصنيش شي حاجة حشومة وهانتوما في الحبس غنطمع فيكم انا لا إلا قلت له لا بغيتي شي حاجة واحدة أخرى صوني يا خاي صوني نمشي نشري الصخرة نبات أنا ونعطيها شي واحد آخر يدخلها كان باتو أنا وياه المهم ما تخممش المهم غير قلت له بحال دابا هاد اللعبة هادي ربط فمك مشيت تلقاها في الكروة كاملة فلان راه صيف عطيتو جبلي الصخرة راه كدا راه كدا كدور الكجام كيدور الكجام مع الموظفة كيولي فلان كيلونسيو عتوا من لابيج يقولو راه فلان راه كيدكم كيجيب الحشيش كيصيفطها لنا لهنا للحبس عجبتي والحشيش مقطوعة خص من أي حاجة يعرف اش كيدير خص كلشي توصلو رجا درجا وتكون سامر لابد دير بحال الديم اه حيت راه حيت شوف هاد العالم كله خصك تكون فيه طرش وعور وزيزون انت مثلا انا عيط لي بنادم قال لي واحد الصخرة واحد اخر ما يقدش يديرها ما يغامرش هاد المغامره واحد اخر راه ما يمشيش يدير بحال القرد ويفكر الفكره كي غيدير يوصلها شوف كي درت لها وصوبتها وصوبتها في ميكا والسكوت ولا والصنديله ديال الجلد وهادي وديتها للكوردوني والكوردوني ثاني بالسمار عباس ريقل على السقا وهادي وشوف شنو شو الخطا كي غدير باش تمشي تبات مشيت سكرت صرت الشراب حماقيت ولبست السريوه القندريسه مع الصنيديله ديال الجلد مع السويميجه ومشيت كرفصت حوايجي في الصنيديله ومشيت كنعيط بالعداوه باش ندخل نبات باش نوصل ديك الصخره باش نوصل ديك الحشيش للحبس باش ندخل ديك النيبر للحبس واحد اخر ما يفكرش هاد التفكير هذا خصك تكون جدار علاش انا كنقول لكم هاد الشيء كامل حيت الحبس هو اللي كيعلمنا هاد الشيء هو اللي علمنا التقرديل راه قالوا هاسي ان الوالا قال لك الحبس دراسه للخبر افاده للعياق الا بغيتي تستافد من الحبس وتعرف وتفهم وهو خصك تجلس وتشوف وتسمع وتعرف حيت راه كاين القدام منا قبل منا دار هاد القالب الناس كانت كتصور الحشيش غير في بيمو الناس كانت كتدخل في الحليب الناس كانت كتدخل في كذا الناس كانت كتدخل في كذا الناس كانت فهمتي في الماكله انا براسي
100 غرام عطاها لي بنادم قلت له طحنها طحنها بحال الكمون كذا شريط العطريه على رقمت العطريه وهذه فلفله حمراء 100 غرام قرعه الزيت البصله مطيشه وطلعت انا وخو الدري ودفعناها له الماكله سده سده وداف وياك هاي راسيس قباتك ويدير بحال الكمون ودخلت الفرده 100 غرام على رقمت يا خوز علاش كنديروا حنا داكشي حيت كان الحبس قلت له وضحوهم تكاو وضحوهم في الحبس نبغى واحد الحاجه راه خصك توصلها له الا كان عارفك راجل كتقول هذاك راه خوك وصحابك وخوتك وشارك معاهم الطعام ودير الكواليس كاملين ماشي غير صاحبك في السيفيلين كيمشي للحبس صافي خليه يمشي للحبس ماشي هذيك هي خصايد الرجال هي خصايد الرجال والمعامله حيت حنا براسنا كنت كنطلع انا هاد المره درت 5 شهور ديال المداوله غير في الابتدائيه كنت كل صفرة كل طلعة كنربط معايا 100 200 غرام بالحشيش لمن البنادم 100 غرام عندي فيها نص فانتسان 200 عندي فيها فانتسان 25 غرام باش توصلها وشني غير كيعطيك الصندالة كتلبسها كتخلقها في رجليك كدوز بيها عند الرئيس كتهود ثابت بصح المدام اللي كيضرب عليك كيلقاك مسمار قرب فهمتي داك التقلب غير كيهنجلك ولا مهبطشي تيليفون ولا شي حاجة وهادي راه هو حداه كدايز بيها وماشي كيقلبني كنمشي نيشان الكارطين لا هاد ما كان ناس بحال جاني ملي كيقلب وانا قلت له كنمشي الكارطي عرب نيشان في لابوز عندك كنقول له غندخل نشوف صحابنا ما الناس حنا من المحكمة لهنا ما غنتسالا وما والو كتدخل ثابت كدوز شوية في الكارطي وانت راك مدكك اللعبة لابسها وصاحبنا كيتسناك حلولين كيتسناك راه كيشوفك دخلتي للكارت وكني داك القالب كتسارع ما كدور شويه وعاد كنولي ندخل للكارت ما ندخلش عندو البيت ندخل للبيت ديالنا بدل لك الحويجات باش تعطل المحكمه وهادي تقصي شي لعيبه وعاد كيدخل هو الصنيديره محطوطه كيبني يلبسها ويخرج بيها يدي هذيك الساعه لامبري ديالو لامبري ديالو كيدير فيها مسو كيفتح كيلقى اللعيبه ديالو كنجي انا عاوتاني ملي كيقربوا يطرقوا كيعطيني الا كانت 100 200 كيعطيني فانسا كانت 100 كيعطيني نص فانسا ومسو يدير هانت البوقه حافر ندوز بكاك داير مزيان هذاك الانسان مدبر على راسك في مصيريفه من هنا كتكون الحشيشه كتمقطوعه كتخرج الحشيش كيعرف بلادو بطال وراجل تعرف كنا مشكام وشماته وكي اذا بقى نتسنى امي تعاد تم جايه لعندي نوض فطيحه انا في الشارع ونصرخ عباد الله وندبس بقى نتسنى انا امي تجي لعندي لا ني الزياره ني الطياره خصك تخدم الحبس كله تصمير تقردي هنا تعرف بنادم واش مسمار وجن وكذا عاد كنت انا ساليت من الحبس ساليت قلت عليه داك الشيء في راسي قلت صافي عيد عليا ما بقاش الحبس ما بقاش ولكن ملي كيعيطوا لك الرجال بحال خوتك وهادي وشارك معاهم الطعام وكبرنا كاملين في حي واحد ضرب واحد كندخلوا ديور وكندخلوا ديورنا عاديه كل كنسكروا كاملين كنمشيو كاملين كنطيروا كاملين ملي عطل على خدمه واحده ما تديرهاش معاه عادي واخا تسب 4 شهور د الحبس هانيه حيت كلشي كان كنت بعد ما تكبر تصوت حتى انا بداك بداك الحشيش وداك النيبر كلشي شنو غايقول؟ ايلا لا راجل لا عمر اسلعه شو مغامر مع ولد حومته وشو كدا شو كدا شو كدا وشوف ولد حومته فين فول كايز ماشي تافع عين القادوس تجيك قداش حيت غادي على الحبس غادي الحبس على الرجوله مغاديش عرفت اش موتيت ولا شكمتي بعادة ولا درتي لهذا ولا درتي لهذا ولا سرقتي هذا كتسنى بحال دابا بحال رخيص ما ساويت تماما ملي كتكون كتسرق من هذا اصلا ملي كيقول لك مخزن تا الشفار كيقول لك الشفاره والدايره والفاعله وكذا تما كيقبضك بداك الحشيش وداك النيبر يعرفك بالصباح اول بعدها هضره غايقول لك لمن داي هاد الحشيش لمن غتعطي هاد الحشيش ثاني هضره غايقول لك شكون اللي صوب لك هاد الحشيش ثالث هضره غايقول لك شكون اللي عطاك هاد الشيء عاوتاني انت خصك تكون حبسي وتكون جن وتكون جدر وتكون قرد وتكون دماغ شنو خصك تقول لهم انت كعركت بيها هنا نعرفكم واش بصامر ولا لا غتشوف شي واحد عندك معاه العيب شي واحد عندك معاه المشاكل شي واحد فايت بصرا داك الحبس فهمتي لا
لا انا كنت كنشرب انا وياه هذه عطيت السندال تتقطعت وقال لي هاك السندال ديال هو راه عارف داير بها القالب ونقول لهم راه هو القهوه اللي عطاها لي باش جابوني ماشي انا اللي جيت عندهم هما جابوني وكذا عطاني فلان جابوني وداولي بداك السندال ديال ما تدخلش فيها اللي عطاك واللي عيط لك وكي دار وخصو نبعثو على التليفون في الحبس فلان نمره كذا لا كتولي شكون صوب لك شكون صوب لك الصنداله شكون جاب لك الحشيش شكون غيتلاقى الحشيش في المحكمه لما غتصيفط هادي كتولي حاط السات البلانات ولا خمسه اما الا عرفت بيا راه فلان هو اللي عطاني الصنداله كنت كنشرب انا وياه تقطعت لي صندالتي وقال لي هاك الصنداله عند عمي عايز تهضر عليا في نتا كدا هادي هو خادم لي فيها القالب باغي يصيفطني للحبس هو اللي مشى قالها لهم وعطاها لي باش انا هنايا باش انا عرفت اما الناس اللي كتدخلش فيه واش عمركم شديتو شحال من قبضة من قبوطه يقول لك شحال عمركم دخلتو عندي شي حاجه في الصنداله لا عمركم قلتو لي شي حاجه في الصنداله يقول لك عمركم قلتو عندي شي نيبرو لا انا ما كنكميش كاع الحمد لله الكبير كندك وما كنكمي كتولي تقلب لهم احساسهم في راسهم ماشي غتقول لهم لا واحد الحشيش لا دايها لفلان ولا مصيفطها لفلان ولا غيطلق لي واحد خونا في المحكمه فلان كتولي عاوتاني كيقول لها الوكيل جلاله الملك وداك فلان اللي هو المبركز تا هو كيتعرض واخا تعطيه يقول لك عطيها له تا هو كيتمينط خرب الحبس لما غتصيفطها له عاوتاني كيقول لي خصهم يزيدوا المونتي في الاخرين اللي في الحبس لا حيت انا صحابي معايا ناس معايا فلان بيجي وشارك معاهم الطعام وما بينتهمش هم مقطوعين 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 ما كيكميش عندهم حتى جوان وانا عندي الحشيش راقد عليا في الصنداله النيبره ما قلتلهمش ها هو فيها ديك لعبه الفوحات حط اصبر ما تلحش هي هذه هذوك شكون كيديروا غير ديك الشيء اللي كيبغاو كيبغيو يبانوا كيبغيو يطيروا كيبغيو كيدبروا على راسهم في الحبس انا لا انا راه قاعد موت كميه تقطع بعما مبلي قد بيها قد بداك الشيء دكك الحشيش تاع انت دخلها معاك لا بيجي وكميه انا ما مبلي ما والو حمد الركبي كان دكو ما كان كمي ومدخل معايا الحشيش ومدخل معايا النيبرة ومقادو ومصوبو وراقد هادي ناس باش توصل تغامر باش توصل تبات يومين ودوز النهار الثالث نص ديالو في المحكمة باش توصل الصخرة الناس للحبس وتوصلهم على خير وبخير شني كتسمى هادي تسمى خصاي للرجال وبلا تادر عبني ما نشد حيتوما في الحبس كسراعي بنادم اللي في الحبس شنو كسراعي لواحد اخر في الحبس كتفكر وكتبغي له الخير وهذه هو شنو كي غير مع دماغو شنو كيقول هذاك اللي عمر راس العام هذه وهذه بزاف هكا كنعرفوا حنا الحبس كنعرفوا الحباسه دابا لا دابا غير واحد يشكم بك انا قاره لا انا قاره دايرين دابا في كونسيلو دايرين شكا كونسيلو دايرين شكا ما ربما يدخل هذا الحشيش ما ربما يكذا انا غير فهاد السيام الثاني قال لي هذا الموظف ما عندك لا حشيش قلت له انا ما كنكميش ما كنكمي لا حشيش ولا قار ولا حتى شي حاجه قال لك تكون صارت شي حاجه وجايبها تبيعها لنا هنا ولا هذيك قلت له ما كنستعملش داك الشيء ما عنديش ما عندكش ودخلت للسيلون ولقيت فيه واحد شكان تما وكينعش قاني وما كيخرجش للكور وزعاب وانا راني وانا بصبار انا حسيت ما خرجت للكور قسم كامل غير التلفازه ما كنكمي ما لا حلي على قار قال لك تسكيف غير بوزي قلت له انا ما كنكميش قلت لهم كان كمي لا قار ولا حشيش لا والو قلت لهم ما عمري كميت في حياتي قلت لهم كنتسوق له واش هذا باقي شوف فيا انا هو غادي يوزنني وعبرني انا نعبرو قبل ما يعبرني هو انا نعبره هزو داك الميزان ديال اللي شحال ماشي هو يديرني في الميزان وعادي بقى الحبس دابا ما بقاش شو على رجوله كان شو على رجوله درنا واحد اخر دابا فهاد ولاد مسلم هاد السريك الويفي قد يدير هكا ما يقدرش ما يغامرش ويقول هذا كان في الحبس لا تهوى بالراس لايب لا تهوى بالراك يضرب فلان هو تهوى بالراس لا خصنا نشوفوا داك الناس علاش انا دواز الحبس وما نكرهش نكون انا في الحبس وصوني انا واحد اخر فين اخويا العزيز هادشي كنقول لكم شحال هذا فين اخويا العزيز بخير المهم واحد السخيره اخويا تغامر معانا ولا هذه الا قال لك اه وشاوري قال معاك السر باش كتقول الله يعمر راس لا قال لك تفتف وهادي 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 واخا الا جابوه مش من بعد ماشي راجل حيت طبقش معاك خسر الا ما تعاملش معاك بلا فوقت الحزه بغيتي تعامل معاك تتكون في السيفي وعاد يجلس يشرب لك شرابك
تخسر عليه هنا ويديك هنا ويقول لك لا صار واجد شتي احسن واحد كاين شي فلان اه لا لا غيكذا ولا لا شي الاخر اه لا غيكذا ولا غيكذا حيت كيأيدك حيت كتخسر عليه الريالات مسكر واكل شارب مكيف عاوتاني ملي كتفنى انت وكيكس مع الاخرين اللي كان كيهضر فيهم راه يقول له سوا شي كذا راه غادي كذا ما كذا كذا انت اللي لا رويج انت الشيء انت كذا انت كتلقاه رخيص قهوه حليب هذاك مخروين يقدر الاخر يسكر بشي يقول لك انت ماشي راه يقول له راه قال فيك وانت ما قلتليش فيه روض لكم مشاكل بيناتكم ويقول له ما تقولوش حقا وهذه وهذه ها انت طبقتيها مع الاخر قلتي ما قلتي ما كانت مشايره لا الحباس القدام هكا كنعرفوهم شحال من راجل انا كنعرفو هكا كان كيدير كان كيوصل بلا مسخره 200 غرام 300 كيلو كدا عادي وشحال من واحد تقبض بهاد اللعبه هادي طاح قبضوه في المحكمه عطاوها للشكامه وتميلط شكل وجابوهم كلا القتله د الكلاب ما ورقلوش وعطاو 6 شهور 8 شهور الحبس وهادي هي وعاوتاني داك اللي كنوصل للصخره هذاك عاوتاني كيصرف عليهم اي لعبه بحال داير له 100 درهم في النار ولا كازمي عادي الرجال كيدير نص الحبس كي كان دابا دوز الحبس عاد سريك الويفي هذا بنادم اختو كتحيد السروال وكيلبسها اختو كتحط السبر ديالها وكيلبسها اختو كتحيد الجاكيطه وكيلبسها ومتشدلوش فمها يدخل لهم الزطان دمو يزلها الف ريال شي شري فانيده ويطلعوا بنادم للقهوه ويبقاو في الشطيح وهذي ام طيبه راه بعد العدس وفضيحه وكلا كيشم الغبره في الدرب ويتصور الغبره ويتصور القراعي الشراب ويلوح ويلوح في الفيسبوك باش تكون تابع راه هو ولد فلان هو اللي تطلل عليه كتلقاهم حتى الثلاجه ما عندهمش في الدار اه انا تعرفوا شنو كاين هذه هي القويصه ديال ختايل الرجال الا بغيتي تكون راجل تعيش راجل وكل شيء يبغيك راه بحال هكا حتى هذا الشيء دابا ساهله ما بقاش ولا بنادم كاسبر غير في التلفازه في الحبس الرئيس راه في المحكمه وانت راك في بوركايز والمحامي ديالك راه في المحكمه وانت بوركايز كتعاود معاه في التلفازه عندي مابقاش يهبطوك للمحكمه بقى السهالات النهار اللي كتعتقل انت كتخرج بحالك لا كلاس ماشي فاهم انا شنو كنقول لكم حيت هاد القصه اللي عاود لكم راه قديمه ملي كان عين قادوس مازال مفتوح وكان زليليك مزموط بالحشيش ووصلت لهم انا الجوانات والنيبرو البوركايز الشعر في التمصمير وتخطط كيدير توصلها انا عاودت لكم القصه كيدات وصلت على خير وبخير واحد الموظف والموظف كيقلب المسجون والمسجون عنده في كرشي الحشيش هو اللي دخل تقيه في الطوالي تجبد داك الشيء كامل وتباعك الحشيش وليك باعك باعك العادي وساقوا الخبار الحشيش راه جا كيدار جات الله وعلم منين ما عند من ما نعرف لا تقلب ما تلقى حاجه يا الله با خرج من المنطة فين هي هاد الحشيش لا لا ما كايناش فين كما ما كاينش شي ما كاين منين جات ما كاينش كلشي الطريقه اي حاجه كتوصل بالطريقه ديالها بالتسمسمير ديالها وغير بالعدانه وغير بالمعل كيتنكلبو الدجل وغير يسير غير بشويه وهذا اللي كيخدم العقل هو اللي كيخدم بنادم ماشي بنادم اللي كيخدمك هو اللي كيسيرك وما تزربش وغيب شوية عليك وهادي شو على فكرة طاحت طاحش عليك انت بتحش على الجن ما طاحش علي هاد الفكرة هادي ايش بدهش ايش ليك لا بيديك لا هادي هادي سير سكر سير قدم راسك ونوض فضيحة وهادي وغامر براسك باش توصل الحشيش للرجال حيت هادوك رجال جابتي كي حيت هادوك رجال وعندهم الحبس وكتقدر الناس اللي في الحبس واللي عندها الحبس ودعوهم تاب وخوتك دوزهمش خاطر برا لي كعيط لي واحد اخر قال لي خايب بوزي وجا الله هاد 100 غرام المهم راه ما عندي صرا التمر وانا الحشيش مقطوع عادي وجا الله نقول له براك على رجليك با مالك شنو غيوقع ياك من الكراج لي ما كاين حتى شي حاجه وتصوبها سالي تقاد بدون المسائل وتصيفط ولا يعاون ولا يعاون بسم الله خلف الله كيولي ملي كيخرج من الحبس كيولي هو يقلب عليك فلان الله يعم راس لا فلان بخير فلان هو تعامل معانا هذا هو الحبس اللي دوزناه هذه خصيل الرجال اللي كنعرفوا حنا العباسه هذه على قصه كي دايره وعلى فكره كي دايره فكره ديال الجنون فكره ديال بحالك تخطط لشي حاجه غتمشي شي بانكا خصو يخطط لها بنادم ويعرف كاينين يدخل ومن يعرف منين يجي وهذه وما يعكش وفين الكاميرات فين كاينين كدا وراه بحال داك الشيء درت له
فكرت قبل ما نشد الصخره، فكرت في الساعه اللي هضر معايا في التليفون، خممت كي غندير لها، وخممت عند من غنمشي وشكون هو هذا الكوردوني اللي غيصوب لي الصنداله، واش ضرب الحبس ولا ما ضربش. انا مشيت عند واحد اخر وقلت له راه غنصيفطها لفلان وفلان وفلان، ما ضربش الحبس هو مشي يدير بوم، يقول شي واحد واحد يقول لك كذا، تسلق الهضره مشات عند البريكاد. انت بايت فلاب بيجي تجي موراك البريكاد، سيب تقلب لك الصنداله كاع عندك الحشيش الزايده بوزيك تف. شنو هو السبب ديال داكشي كله؟ هو فمك. ولكن ملي كتخيط فمك وكتربط فمك وكتمشي عند اللي ضرب الحبس وكبرت هو في الحبس، كيصوب لك داكشي. ومن اللي عطيتو صوب داكشي قلت له غير انا وياك والله اللي عارف هادشي، فهمتني؟ بس زعما تا الا كانت شي حاجه راه انت كنت لحقت له الكره، لحقت له التينيسه، صوب مسكين جيت سكران الناس شي سمي حالات، ودازت الامور بخير وعلى خير. بلاك عطوا لي في التليفون يخليك، المهم الله يسترك كتبقى بخير مع اي راجل مزيان. وهذه هذه هي القويصه خوتي، هذه قويصه ديال خصك تصيفط لواحد اخر الحشيش للحبس تعرف كي دير. هادشي كنقول لكم شحال هادي ما دابا، او قيده وقيده ما تصرداش وقيده ما تدخلهاش دابا، وقيده والكاميرات عندك هنا فوق راسك انت ناعس، الكاميرات ليه الكاميرات في السيفي الكاميرات كذا في ما مشيتي الكاميرا دابا غير تنوي تنوي تصرد شي واحد شي حاجه ديال الترافيك يكتفوك. مشيتي خبره مشيتي كفتحت كاين الكاميرات كاين الشكامة، حيت عادي كانت البلاد فيها الرجال بزاف دابا قلال، دابا ولاو غير ولاد مسلم. واش فهمتو كيفاش؟ هادي هي القويصة خوتي، باش عرفو القويصة د الرجولة، وتقدر توصل لواحد اخر تغامر براسك وتوصل لواحد اخر حشيش الصخرة وهادي هو في قلب الحبس مطرقين عليه. راسك تكون بطل وراجل وكباب وحبسي وكبرتي في الكراج، تعرف الخطة ما دابا والله وديرها فين ما درتيها تيجبدوها، فين ما درتيها شموك شموك. فهمتي كيما قال لي عبد خونا، كان عبد خونا رونشيش قال لي شوف واحد بوزي، قال لي جيبوه جيبوه، لما جابوه اليوم يجيبوه غدا، راه خاصها طبيعية، لما جابوه اليوم يجيبوه غدا. هادي هي القويصة خوتي، تحياتي ليكم، وسمعوا ولاد الجريمة، بنات الجريمة لي ما مابونيش يدخل يتابونا، وبلا ما تنساو تغميسة تغمسو غمسة كوايمان تاع الزوين القبيح، حنا ما عندناش مشكل دابا تجي معاه معاه ما تلقاو راسكم من الفراجة. خوكم بوزي ها هو مشى، قبل ما نبداو قبل ما نختمو الحلقة ديما كنقولها لكم، دعيو مع اللي مريض الله يجعل ربي يشافيه، واللي في الحبس الله يجعل ربي يفاجئه، يطلق الله السراحة. خوتي تحياتي لكم، تحياتي للمغاربة كاملين داخل الوطن أو خارج الوطن، صلوا ليا في راسكم.